تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد نوح الذي رحل عن عالمنا في عام 2012 بعد مسيرة فنية حافلة. تخرج في كلية التجارة في جامعة الأسكندرية، ثم نال دبلوم معهد الموسيقى العربية، ودرس التأليف الموسيقي في جامعة ستانفورد الأمريكية. رحم الله الفنان القدير محمد نوح، وستبقى أعماله خالدة في ذاكرة كل المصريين.